انتهت مسابقه الرمايه حسب المشاركين الاولين اللي افتتحوا المسابقه ديال الرمايه بمهرجان دولي للعرائس للفنون والتراث والثقافه. غادي نستضيفوا الاخ قدنا في السميه ديالك خالي عثمان، يعني حتى هو ممارس ديال هذه الرياضه اللي غادي يعرفنا بهذه الرياضه والانتشار ديالها، يعني وشنو هي الشكل ديال الممارسه ديالها في العرائس. ديال الرمايه من ناحيه الرمايه ديال غادي نبدا. يمكن تصحنا هاد العمليه اللي كيقوم بها يعني في الاول؟ اولا يعني كي هادي الافتتاح كيبدا بالرقم الاول، ومن بعد كينتقل للرقم الثاني، الرقم الثالث، الرقم الرابع، الرقم خمسه، كيكونوا اربعه ديال الرومات، خمسه كيكونوا ديال الرومات، وكيكون السادس مرهم. كيبقى عندنا تقريبا نكون فيما كيضرب الاخر كينتقل للثانيه، انتقال كل واحد كينتقل كيضربوا 25 ديال الصحون لواحد، وكتكون على حسب لي سكور اللي كيضرب السكور على حسب النتائج. وكيكونوا تقريبا عندنا في هذا المسابقة تقريبا عليين 80 ديال لي تيرور ديال الرومات من صعيد المغرب كامل تقريبا. هذا العام شحال مشاركين ديال لي تيرور؟ هذا العام تقريبا وصلت توصل شي 86 واحد ديال لي تيرور على أبطال المغرب كاين. اذا كيجي وكي يعني وكيتير يعني كيرمي هنا يعني كي لو تير هنايا هذيك البلاصه هذيك كتسمى هذيك راه كتسمى هذيك هي اللي روبو يعني اللي كيطلق الراس اوتوماتيك. نعم اي الالي يعني هو كيمشي الي يعني الالي الاولانيه ملي كتنطلق كتهبط كتقول مثلا الانطلاقه كتهبط كتقول بول او كتقول تلاق ولا شي حاجه هو كيطلق اوتوماتيك الراسو. نوري لك المكتنه الماكينه، اجي تشوفها، شوف لي روبو اللي كيطلق به والمسافه اللي كاينه هنا ما بين يعني متر بين الحاجز يعني ديال الرمي بين الحاجز والروبو كاين 15 متر يعني هذا كيهز 450 حص صحن كيهزها كيطلق الراسو كيبدل لي بوزيسيون عنده لي بوزيسيون سانك يعني كيبدل كيبدل راسو اوتوماتيك ما كيعرفو حتى شي واحد فين غيخرج. وهذا اللي الانطلاقه ديالو. بالنسبه للمسافه اللي كاينه كيسالوا واش واش قانونيا المسافه القانونيه دوليا دائما نفس المسافه واخا. وبالنسبه للانتشار ديال الرياضه هذه يعني كيفاش عرفوا وصلوا في الجمعيه ديال العريش جمعيه سميتها هذه جمعيه العريش جمعيه القنص ديال القنص وصيد المكنه هي اللي كتجي البلاصه ياك؟ لا لا كاين وحده اخرى هذيك اللي جات البلاصه هذيك ديال القنص القنص البري ياك؟ القنص هذيك خاصه للقنص ماشي خاصه المقر الجمعيه ديالك فين عندكم؟ حنا المقر الجمعيه ديالك المقر ديال الجمعيه كان عنده في سي جابري عنده في صالح ديال الايوبي عنده صالح ديال الايوبي. بالنسبه لمستوى الممارسه شحال تقريبا الممارسين يعني الشكل ديالهم يعني الممارسه اللي عندهم واش هوايه واش كاين فيهم احسن لا لا كاين شحال كاين تقريبا سي جابري كاين 8 كاين واحد 6 ديال الاخوان 7 قريب عمار كاين العربي الخاتي كاين الجبري محمد قال عثمان كاين محمد واحد العام هذا مشاركة في مهرجان يعني دولي كاين شحال كاين المشاركين؟ قلت لي خمسة المشاركين 85 واحد المشاركين ديال الجمعية ديالكم؟ حنايا تقريبا ثلاثة حاليا لأن قلت لي الظروف يعني لهذا. بالنسبة للمسألة ديال قلنا ديال المسابقات اللي كتنظموا سنويا
المستوى الاقليمي او المستوى هذه اللي كان على مستوى سبق لك تنظموا واش يعني كتنظموا سنوي عندكم شي واش شي نشاط سنوي مثلا حاجه كبير اللي كيكون عندهم شي حاجه كبيره داكشي شنو كتجي كتجي مع هي مهرجان هي مهرجان ديال عرصه من الكنتوري اول واقع العرصه باش كنظموا كيجيو الناس كاين مع بعضياتهم المهرجان كتجي هذا وكتجي هذا لا ولا مستوى المشاركه المشاركة الدولية اللي كتشاركوا بها الجمعية يعني باش التخطير ديال الممارسه الرياضيه يعني بالنسبه للفئات هي فئات ديال النساء تاهما حيت النساء كاينه بزاف وتاهما كيما تعاطوا الرياضه خصوصا من مدينه العريش كتعدنا واحد الاسوء زعما التخوف زعما من الاصابه بشي رميه ولا شي حاجه بحال هكذا كيتخوف شي حاجه بسبب السلاح كاين نعم وكيفاش نتوما كتعملوا التعطيل هذه الممارسه هذه والنقل ديالها للفئات الصغرى الفئات الصغرى يعني واش عندكم شي سياسه بالنسبه للفئات الصغرى شنو واش عندكم شي سياسه ديال في الجمعيه بالنسبه للفئات الصغرى عندنا كنفكروا دابا حاليا نديروا الدراري ديالنا مثلا عندي جوج بالاضافه الى ذلك الطموح ديالنا ديما كيتوقفش يعني بالنسبه للنتوما واش يمكن تكون عندكم شي نشاط سنوي قار يعني حجم كبير يعني وتستدعي فيه الانديه الوطنيه وكل ما يكون يعني تا هو عنده حجم دولي الى اخره. الحمد لله عندنا دولي عندنا ابطال منتخب في العريش في العريش يعني كان عندكم يعني في العريش كان عندنا يعني تنظموا شي نشاط يعني مثلا يعني مثلا بطوله او مسابقه من شي حجم مثلا مثلا البطوله ديال الرمايه ولا رمي الصحون ولا شي حال بطولات تكون حاليا كنديروا حاليا كنديروا هذه البطوله ديال المهرجان السنوي حاليا ولكن بالنسبه باش دير بطوله مغربيه ولا شي حاجه خصك يكون عندك ضروري حاليا الكلوب ديالنا هو تقريبا طنجه يكون ان شاء الله خير يكون شي حاجه في العرش نديرو شي نتيجه نديرو بطوله مغربيه زعما ندخل كاين الابطال المغربي كيشاركوا في الدوله العربيه كيشاركوا على مره عندنا تقريبا واحد 12 ولا 14 واحد كاين الابطال المغربي كاين عندنا الناس تقريبا
الرماح، كاينه المسفيمين، بزاف ديال